الاثنين. تعود من صورة الفارس من بالله. شوف يا بريك بالله شوف بالله شوف هذا تدري ان هذا المشهد صار له 3 ساعات على الهواء على هذه الوضعية. انا مدري هو نايم هو شام ريحة بينه حواليه عند شباب ما يبزينة في مشكلة انا ماني عارف. ايش رايك عزيز؟ والله يا اخي انا عجزت افهم شيء واحد، يعني انت تتلطم مش الفكره، انت تستحي انك تطلع قدام الشاشه. هو طالع هو جاي في اللجنه مع احمد، انت عارف انك بتطلع بقناه قاعد تتلثم ليش؟ احمد الملا اسأله هو اللي مختار. انا عارف ليش اصلا انه قاعد في اللجنه ما كان بتلثم يمكن من 3 ساعات متلثم. شوف فارس بالله يرجع الصوره على فارس، بالله يرجع الصوره على فارس، بالله يا فارس بالله. انا بعرف هو مستحي من نفسه. بالله مستحي انت من نفسك، ما عندك ثقه بنفسك؟ عادي تعال قل لنا صارحنا. يمكن جاي بالعيد. هو كل العيال، هو ملك المايك، هو ملك تطفية المايك، هو ملك سحب المايك. يمكن مجروح شيء، ممكن أنا أتوقع عنده مشكلة، عنده ضعف شخصية، يعاني من شيء أو شام ريحة مو بحلوة في بينه عند أخويا، ماني عارف متلطم. أعطونا السحب بالله، أعطونا السحب. اسحب اسحب خلاص، أنا محور ثاني ويغمى عليه بريك. أعطونا السحب والله العظيم. نسخة أنا صراحة غاضب، نص مريض والنص الآخر يدور الكفش الروم، والنص الثلث اللي بعده عفوا جاهد، واثنين ينقصون علبة. تعرف السبب؟ وانت ما ختم لكم. تعرف ليش؟ تدري شو المشكلة؟ ايش منا من العقاب أسأل أدب. تدري شو المشكلة؟ أنت تشير صاحب القرار. يجي صاحب القرار يقعد فيها وانا أخوك ما ينفع. وفى عليك بس. الله يخليك. كأنه يقول الله يخليك. لا تسويها. متسابق داخل على